نطلب من السي تيبي والحكومة زيو يقوموا بالعمل لهذه الشهادة ديال زيو. زيو راه واحد الشيء عجيب. أنا مقيم في أوروبا من بلجيكا وكنجي هنا دابا راني هنايا في 3 شهور وأنا كندير الخدام باش كيجمع هذا الشطب هنايا هذا الشطب هذا هنايا في الأمل. وعندنا هذه المدرسة هذه الأولاد ديالها كيرميو داك الشيء ديال الزريعة وداك الشيء ديال الحلويات وهذاك الشيء في الأرض وما عندهمش تما ما عندهمش تما يعني البيادة فهمتي ما عندهمش فاش غيروحوا داك الشطب وهذاك الآخر. كنطلب من الحكومة زعما يديروا لهم تما شي البيادة باش يرميو فيها الصلح ونطلب من المعلمين كما احنا في أوروبا يعني يعطيو واحد الدروس للأولاد كيخرجوهم يخرجوا الأولاد وكي يعطيو لهم واحد الدرس هنايا ما تلوحوش هادي والنظافة من الإيمان. احنا في أوروبا وهاد كيخرجوا الأساتذة وكيقريوهم على كل شيء بحال تكوين. الأولاد كيشوفوا هذاك الشيء وكيقراو واحد الدرس. الله يهدي الشعب ديالنا والاولاد ديالنا. وكنطلب يديروا لنا ذاك البياده يديروهم هنايا في اعداديه صبره هنايا اجيو تشوفوا. ها انت قد شوف لهاد الجهه رد الكاميرا لهاد الجهه وشوف. انا دابا 3 شهور وانا كندير الخدام باش كيجمع هذاك الشيء ماشي ممكن. الله يجزيكم بخير. كاين عندكم داك الشيء كيما نقولوا حنايا كروندينست انا داك المقاسه وزعما ينظفوا لنا هذا الشيء هذا. راك تشوف هذه الشجره مشات وكيجي الوسخ.